في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في الأسعار والاتجار غير الشرعي للمواد الغذائية، استغلالا للظهر الظرف الراهن المتمثل في تفشي فيروس كورونا، وعلى إثر معلومات مسبقة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدارك الوطني، تم وضع خطة مسبقة عن طريق تشكيل نقاط مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 36، أين تم توقيف ثلاث سيارات نفعية على متنها ثلاث أشخاص، والبضاعة المتمثلة في السميد والفارينة تقدر ب 17 قنطار و 31 كيلوغرام، وعجائن مختلفة تقدر ب 23 قنطار و 95 كيلوغرام. تم الاتصال بسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تعليماته كانت حجز البضاعة وتسليمها إلى أملاك الدولة وتقديم المتورطين فور الانتهاء من التحقيق. في هذا الصدد نغتنم هذه السانحة لدعوة المواطنين للتبليغ عن أي مضاربة أو احتكار أو غش بالاتصال بالمصالح الدارك الوطني عبر الرقم الأخضر المجاني 1055 أو عبر موقع الشكوى المسبقة أو الاقتراب من أقرب فقرة إقليمية للدارك الوطني.